مشاهدينا اليوم بيرجع ابو طلال معنا من بعد ما كان مكورا صراحه. ابو طلال الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بعدني بس ما بعدي، يعني بعدي. كيف يعني بعدك؟ ما اخذت فاكسين وكورنت ورجعت، قال لي الحكيم انه بوزيتيف وما بتعدي، بس بعدي فيني كورن حتى لو اخذ اللقاح. لا لحظه ابو طلال، التست تبعك شو طلع؟ بوزيتيف. شو جاي عم تعمل معنا ابو طلال؟ شو بوزيتيف؟ ما بعدي. بس كيف ما بتعدي؟ ما هو هيك الحكيم مش فهمان شيء، قال لي خد فايزر، اخذنا فايزر، عنا عدينا لطشنا، لطشت كل البيت وكل العيلة وكل الحي، بعد في بس الجديد. طب شو؟ دقات الفاكسان كثير قصص تغيرت، ام طلال. شو بها ام طلال؟ فوت على اوضه النوم. في شيء، في شيء عم يلعبوا بجنياتنا، انت ما عم اقول لك. والله؟ كل الوقت في شي خلط، انا فهمان عليهم شو بدهم. هيدا الفاكسان يا اضعاف النسل اللبناني كله. شوفي خير ذا بيك سربريز اللي بدنا نحكي عنه اليوم. بالضبط. شفتي؟ ايه. شو هو؟ شفتي؟ مين؟ النبى نشوت. بصير فينا حكيته من 7 شهور. انا حكيته من 7 شهور من اول ببدايات البرنامج، قلت لكم كورونا لو راح يجي الأسوأ وبلشنا، وانا بوعدكم اذا طلعتوا مشينا هذا النمط السيء، انا بوعدكم اكتبوا عنكم لا اذكركم انا بعدين. اوميكرون راح يكون فتاك جدا، ما حدا رح يعرف دواء، ما حدا رح يعرف دواء، لا طبيب ولا حتى السماوات. منيح؟ باختصار شديد. ايه ايه. شو هو؟ شفتيه؟ مين؟ النبى نشوت. شفتوا النبى نشوت؟ غالية وخدالية انسي، طبش العالم بالحائط، ضرب شو بقول مش عرض الحائط، ضرب معمل بطونه بكامله هو. انسي. آه. يعني هذا المخلوق حقيقة بدون التعرض يا شخص الكريم، حقيقة لازم حدا يفيقه، يعني إذا كشو أول شيء ما فينا نستعمل التعبير. قال لك نبي، يعني مش مسؤول، زعيم، قائد، عرفتي؟ كان فينا نستعمل التعبير، بس نبي يا زلمة، نبي يعني دغري براس الهرم. يعني مش عم بفهم وعم بتبشرنا بالنبي وما النبي. يا جماعة قسما بالله بدنا تسنومامي. شو هيدي؟ شو اسمه؟ بدنا تسنومامي. اه هتقش لبنان كله لاقول لك شغله. ايوه. وخد بالي السوشيال ميديا اذا ما كان في شيء اسمه رادع ورقابه ولجان وعالم مثقفه بتفهم فاتحه كتاب مش مثل صندل، بينجيش الحال فيها. لاقول لك لا، لانه اذا كل واحد بده يصفق مرضه على السوشيال ميديا بنموت. يعني هيدا الزلمه قعد فقر، قال لك تيك توك ضارب، انستغرام ضارب، فيسبوك ضارب، بشو بده اضرب؟ انا ارقص بعرف شو ارقص، جسم ما عنديش، وجه ما فيش، شعر ما فيش، طلع شو تسمية النبي وقام، قال لك يلا بكره باخذ شغله، والله جهنم لحاله هذا له. ربنا سبحانه وتعالى عامل له لهالي جهنم لحاله، شو نبي يا زلمه؟ طلع لي بقسط الحديد حقه 8000 على الدولار. لا وشو قال؟ عم ببشر. طب بدي اسالك سؤال، انا خذوني قد عقليتي، انا زلمه ابهج، ماشي؟ طيب. طلع انت تبشر عن حالك انك نبي اونلاين؟ خديني حمار، انا حمار يا خيي، يعني اذا طفى الانترنت بتروح الرساله السماويه علينا؟ اذا بكره فقنا قال لك كريدين تبع الاجار وعندنا مشاكل، والله نحن مش قادرين نعطيكم الانترنت، راحت الرساله السماويه. يا اخو المنقوشه، كيف طلب الدراسه خير؟ يا حبيبي النبي اسم النبي بينزل بيبي، يعني اعمل لك شيء انت لنصدق انك نبي بس، يعني اعمل لك شيء زين. اوكي هيدي الشمعة جاهزة قدامنا، رح أعطيكم اختبار بسيط قبل رح أنا. ركزوا معي، ركزوا بعيوني، ركزوا برقم 7 أو بالبصيرة، وركزوا بالشمعة. الشمعة فيها ذبذبات نورانية، وتأثير ذبذباتها على ذبذبات عيوننا، على عيونك قد ايه عندك تركيز قوي او تركيزك بطيء، بتقوي تركيزك على الشمعة. اذا كانت الشمعة
عم تروح كثير هيك يعني ضوء الشمعة بيوك هيك عم بيبقى عم يلعب، وإذا كان تركيزك قوي طلعت بالشمعة بتجمد. نحن اسم الهزة لأنه بتجمد. عرفت كيف؟ وإذا كان تركيزك صفر ما بتجمد الشمعة. لأنه تركيزك ذبذبات عيونك، ليش بيقولوا صيت العين؟ لأنه ذبذبات هي ذبذبات سلبية وذبذبات إيجابية. فذبذبات العين جنب بغض النظر تضرب بالشمعة. وإذا كان تركيزك قوي ذبذباتك أقوى. ولذلك إذا كان ذبذباتك أقوى اليوجيين مثلا بيطلعوا بالواحد وبيطلعوا بالشمعة دغري. وقفوها، عرفتوا كيف؟ فلذلك إذا كان تركيزك قوي ذبذباتك أقوى. كل ما قوي تركيزك ذبذباتك بتقوى. وذبذبات على ذبذبات الشمعة بيتواصلوا مع بعض. عرفتوا كيف؟ فالشمعة إذا ذبذباتك قوية إذا كانت عم تلعب بتوقف بتجمد. وإذا كانت ذبذباتك لا ما بتقوى. مثلا فيك يا كارمن هلا دقيقة بس قال لك انفخي شوي فيها بتنفخي مش هلا بس لحتى اللي ركز فيها. انفخي. هلا لايكو كيف بدها تلعب؟ هلا ربوك بده يجيبها تلعب شوي. عملت لحتيك. بدها تلعب. شفتوا كيف عم تلعب؟ شوي يمكن على الكاميرا مش زيادة. بدها تلعب اجباري بدها تلعب. ذبذبات بتركز الشمعة فيها، بتضلك مركز بالشمعة. هيدي المبتدئين كنا نعملها نحن لنقوي تركيزنا على البداية، لكن هي حلوة قوية جدا. هيدي أنا بالنسبة لي للمبتدئين، لكن هي إذا بتكملوا فيها أنتوا تفتح بصيرتكم. أنا كثير بحبها. بتقتل الفكرة، هي قتل الفكرة. أنا كثير بحبها. هي التركيز ليش؟ لقتل الفكرة، مثل بتراقبوا التنفس، نفس الموضوع، مراقبة التنفس أنا عدتكم إياها بحلقة التأمل، لكن هلا هيدي عملية جديدة للشمعة، هلا وقت الشمعة بلبنان ما فيش كهرباء. حال فيها لأقول لك لا، لأنه إذا كل واحد بده يصفق مرضه على السوشيال ميديا من مات. يعني هذا الزلمة قاعد فقر يا أخي، قال لك تيك توك ضارب، انستغرام ضارب، فيسبوك ضارب، بشوف بده أضرب، أنا أقول أصبع بعرف شو أرقص، جسم ما عنديش، وجه ما فيش، شعر ما فيش، طلع شو تسمية النبي وقام، قال لك يلا بكره باخذ شغله، والله جهنم لحاله هذا إله. ربنا سبحانه وتعالى عامل له قال جهنم لحاله، شو نبي يا زلمة؟ طلع لي بأسطر حديد حقه 8000 على الدولار. عملت ايه؟ بتصدق انه انت يا اخي نازل يعني رساله سماويه بس تطلع فيها أسطر حديد حدك وقرع وقاعد خانق العالم تقول له انا النبي وكارل بن شماس بتقول لك وبس الارض بالنبي يوك شو بقوم بسحب كلسوني هلا لا 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 ما خد دانيا في شيء غلط بعدين بدي اسال سؤال ثاني وكمان اعتبروني وبقى بحمام معفن اسمعوا بحياة الخلائق اسمع كيف ريك بين كومن شماس ونبي اسمعوا نبوة وتنزيل شو اسم كان عملوا شيء بتنزل مع بعضه مظبوط ولا لا يا تنبقوا اثنان انت ويا يا كومن يا بشر اثنان بس نبوة وتنزيل انسي ما بتركبش صح ولا لا صح انا برايي روح شوف القصه اللي جيب له سعر فيه بالحديد بالخرده بجيب له سعر ويرضع لاخر وتعالج لا عن جد وتعالج خايفان بكره تصير موضه وتفيق الصبح خدي على نبي رايح وده بيجي نبي رايح وده بيجي نبي رايح وده بيجي وحليها اذا فيك تحليها